مرحبا وأهلا بكم في حلقة جديدة من قناة الأطفال. اليوم سنقدم لكم كيف نصنع دفتر مذكرات ومقلمة ألوان لهذه الدمية. قبل البدء لا تنسوا اللايك والاشتراك في قناتنا وفعلوا جرس التنبيه ليصلكم كل جديد. هيا نبدأ. انتظروا دقيقة أرجوكم، كم مرة قلت لك اسمها؟ ليدي ديفا. حسنا فهمنا، هيا نبدأ. أولا سنبدأ بدفتر المذكرات. حسنا سنبدأ بدفتر المذكرات. حسنا نحتاج لغراب. أولا سنلصق هكذا، نلصقه. تظن ستظن نسيت الكلمة، سأتذكرها وأعود لكم. وهكذا تذكرتها، ستصنع الآن كراس. أولا دفتر مذكرات. حسنا، والآن قطعة كبير سنلصق هكذا من هنا. نلصق هكذا هكذا، نلصق هكذا ثم هكذا ثم هكذا ثم يلو من طويل هكذا ثم هكذا، ونعود إليكم. ها قد عدنا إليكم. أختي تلصق وبقى اثنتين، وقد انتهينا. رأيتم كان هذا سهلا. حسنا سأحضر غلافا لهذا الكراس وأعود إليكم. ها قد أحضرت الغلاف، سيكون غلافا لكراسنا. ها هو الغلاف. الأول كان صغيرا ثم بدلناه. سنلصق هذه الجهة مع هذه الجهة وهذه الجهة وهذه الجهة، ونعود إليكم. ها هو وقد صنعنا الكراس. يفتح، يمكنكم الكتابة فيه، ويمكنكم تزيينه في الغلاف كما تريدون. والآن سننتقل إلى مقلمة الألوان. هذه تحتاج لخياطة. حسنا إنها سهلة جدا، نحتاج إلى قماشة هكذا، نطويها ثم نخيط من الجوانب. أنا سأستعمل الخيط الأبيض. ها هو، نخيط هكذا، نخيط من هنا وهنا، ونعود إليكم. وها هي المقلمة جاهزة. من هنا نضع الأقلام. يمكننا صنع أقلام وذلك من أعواد الخشب، من أعواد الأسنان. حسنا سأضع لكم حلقة أصنع فيها أقلاما للدمية. لقد زينا هذه، انظروا كم هي جميلة. يمكنكم تزيينها بما تريدون. وهذه حقيبة الألوان، مقلمة. حسنا هذا ديفا، وها هم الأشياء التي صنعناها. جميلة جدا، خذيها إنها لك. شكرا شكرا لكم. ماذا سأضع بها؟ ربما ستحتاجينها فيما بعد، تفضلي. شكرا. أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك في قناتنا وفعلوا جرس التنبيه ليصلكم كل جديد. مع السلامة في حلقة جديدة من قناة الأطفال. إلى اللقاء.